أخرى أيضا تكللت بالنجاح بالأمس. الراجل كان راح الجزائر عشان يحسم ملف التعاقد مع أليو ديانج اللاعب خط الوسط المالي في صفوف مولودية الجزائر، وأحد اللاعبين المميزين جدا بالمناسبة. لعيب عنده مقاومات بدنية وفنية عالية قوي، لعيب دولي ما لعبش مع المنتخب الأول، مش موجود في بطولة الأمم الأفريقية، بس لعب مع منتخبات الشباب ومنتخب الأولمبي المالي، وعنده 21 سنة، لعيب صغير في السن، وأكيد هيكون إضافة قوية جدا لمركز أنت محتاج فيه التعاقد مع لاعب يكون بقدرات أليو ديانج. فبالتالي ده اللي حصل، فبالتالي أمير توفيق أنهى كل الأمور الخاصة بأليو ديانج، واللاعب أصبح لاعبا في النادي الأهلي بشكل رسمي. بالمناسبة هيلحق قريبا جدا معسكر النادي الأهلي في أسبانيا، فبالتالي ده كان كمان خبر صار جدا جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي بالأمس. هل دي خلاص كده الأخبار خلصت بالنسبة للنادي الأهلي؟ لا، أكيد في قريبا بإذن الله تعاقد جديد وفي إضافات جديدة بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. وزي ما أكدنا على حضراتكم من خلال فترات سابقة أن النادي الأهلي عارف احتياجاته كويس قوي، عارف هو محتاج مين في مركز إيه، وهيتحرك في سبيل التعاقد مع هؤلاء اللاعبين اللي هو محتاجهم جدا. مش الموضوع مش بالكم أكتر ما هو بالكيف، إزاي أنت تجيب لاعبين مميزين يكونوا إضافة مميزة بالنسبة للنادي الأهلي في الموسم الجديد وبالنسبه للبطولات العديده اللي انت بتشارك فيها. فبالتالي كمان بعد رمضان صبحي أليو ديانج لعيب مميز جدا. خلينا نروح نشوف أليو ديانج قال ايه لجمهور النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. انا علاوي. السلام عليكم. جي شوازي الالي دو كير باسكو سي اون غروس ايكيب ان افريكا دونك دان مون اون بودي كوم سا دونك C'est une chance pour moi d'être encore vu dans le monde entier et Inch'Allah. الراجل بيعبر عن سعادته الكبيره جدا من انضمامه لنادي القرن النادي الاهلي، واكيد اي واحد في الدنيا يتمنى ان هو يرتدي تي شيرت النادي الاهلي، اي حد بيكون نفسه يكون متواجد في نادي بهذا الحجم وهذه او هذا التاريخ وهذه البطولات العريقه والكبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بتبقى خطوه تاريخيه في مسيره اي لاعب يعني. فبنبارك لأليو ديانج وبنبارك للنادي الاهلي بتعاقده مع هذا اللاعب، ومبارك للنادي الاهلي على استمرار رمضان صبحي، والنادي الاهلي ماشي في عديد من الملفات، ملف خاص بالتعاقدات، ملف خاص بشباب النادي الاهلي ونتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي متواجدين في الفتره الحاليه في معسكر اسبانيا بعد وصولهم النهارده من ساعات قليله عشان يستعدوا للموسم الجديد. فالناس مركزه جدا، المسؤولين مركزين بشكل كبير جدا، عارفين هم عايزين يعملوا ايه والهدف الاساسي ايه، اسعاد جمهور النادي الاهلي من خلال ايه، مش تعاقدات. التعاقدات دي بتبقى احد الاسباب اللي بتقود النادي الاهلي للنجاح والحصول على الالقاب، وده اللي باذن الله احنا مستنيينه بشكل كبير. كل التوفيق والدعم لمجلس اداره النادي الاهلي وكل المسؤولين في النادي الاهلي بشكل عام اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا خلال الفتره الحاليه. ده بخصوص التعاقدات، واللي أليو ديانج ما كانش اخر لاعب، واحنا بناكد لحضراتكم وهيكون ان شاء الله باذن الله قريبا في اعلان عن صفقه جديده بالنسبه للنادي الاهلي. واحنا كقناه النادي دايما ما بنعلنش غير لما تكون حاجه رسمي، وحضراتكم اتعودتوا مننا على كده، ولما بنلاقي كلام معاكس للحقيقه احنا بنطلع نقول لكم الكلام الحقيقي ايه من خلال طبعا المسؤولين في النادي الاهلي، وده شيء طبيعي. وقت ما كان الناس كلها بتتكلم من رمضان خلاص مش جاي الاهلي، احنا كنا بنقول لحضراتكم لسه مفاوضات مستمره، وكان بناء على كلام من الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني مسؤول جوه النادي الاهلي هو اللي بيقول لحضراتكم هذا الكلام. نروح بقى لجزئيه مهمه وهي خاصه بفتره اعداد النادي الاهلي.